وهم عارفين عواتهم عندي، كل واحد منهم والله العظيم مو اخو زي ودي. اي انا بس ابي كلمات توجهونهم الشباب، نبتدي من سيف، كل واحد لهم. تفضل سيف. طبعا انتم انا بعطيكم مكان المايك، كل واحد منكم يعطي كلمه زميله والزملاء بالترتيب. انا المفروض ما اكون متواجد معكم، بس اني انا لازم اكون متواجد عشان الناس تسمع رده فعلكم. تفضل. ايه اولا خذ روحك. والله انها يخوني التعبير، لكن 10 أشخاص في شهر ما ادري، ما الظاهر ما قد صارت في اي مكان في العالم، لكن الحمد لله على كل حال. وانتم عزيزين وغالين هنا ولا برا، على عجاله اقولها، عليها خصم ولا ما عليها خصم، قروب الدعم عندي وعند اخواني كلهم في خدمتكم في اي وقت، واللي تبونه من داخل القريه واحنا موجودين بشروبه. وارجع واقول بدايه خروجكم من هنا هي اسمها بدايه ما هي بنهايه. مشاهير واجد، واعطيكم على سبيل المثال الغربي وغيرها كثير، طلعوا في اول برايم، انتم الحين تقريبا هذا رابع برايم، تاجلت بعضها، فهذه بدايه وانا اخوكم، وابشروا باللي تبون، احسبوا على رؤوسنا كل بون اللي هنا. الشيء اللي بقوله الله يوفقنا وياكم ان شاء الله لهداه ورضاه. وياك الله يطول. انتم وحنا ما ندري وين الخيره فيه. والخيره فيما اختارها الله. الشيء اللي احنا بنقول انكم غاليين عندنا. والشيء الثاني عسى الله يوفقكم. وياك ابو العمر الله لا يهينك. هاجي تكلم. وعليك الامر والسلامة سعادة. يخوني التعبير. ولكن والله الذي لا اله الا هو يا رايتكم انها بيضاء من اول وتالي. أنا أقول مفارق الغالين يثر على الحال، وفي الكبد منه مثل حرس المليلة، ما ودنا بفراق ذربي إلا أفعال، لكن ما في اليد والله حيلة، في قلوبنا باقين والقدر لا زال والبعد ما يمحيه ولا يزيله. الله يوفقنا وياكم توفيق في حياتكم الدينية والدنيوية، وأنتم نجوم إن شاء الله ومجملين ربعكم، والله يستر عليكم ويحفظكم. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويطول اعماركم، ومساله انكم خرجتم من القناه هذه بدايه لكم كل ابوكم، فالله يوفقكم وشدوا حيلكم، واعرفوا ان احنا كل ابونا معكم في اللي تبونه، وابشروا بكل خير. الباب اللي راح والسبعه ريان ابو حاثره اخي في البرنامج، اي شيء احتجته ما يقدمه لي الا انت، بيض الله وجهك وجم الله حاله، اقولها في وجهك وفي قفاك. اخي الغالي ابو رحمه، اخي وبي ومحزمي ودرع جنبي، راعي المواقف الاوله اللي احنا نشوفها الاول ولا تالي، انت السعد حبيب القلب الغالي، صح انك توجعنا دايم بالكراتيه، لكن نحبك والله. الله يطول عمركم ويحفظكم، وجعل ربي يفتح عليكم فاتحة رزق البرنامج هذا، كلنا نعرف السياسة اللي فيه، وبإذن الله إن الأمور طيبة قدامكم وراكم، وزي ما قال أخوي سيف حنا تحت أمركم في أي شيء تبونه، لا حن ولا قروب دعمنا كله حن معكم. سلامتكم. وإن اللي في الخاطر واجد أبو حثرة ريان، تعلمت منه الشيء الواجد سواء في امور بيني وبينها او في البرنامج او برا البرنامج، والله يجعل ربي يحفظك. اما ابو رحمه والله العظيم ان الكلام يقلب، والله اني ما ادري وش اقول، لكن الله يجعل ربي يحفظك، وانت على قولتك راح لغرانك، الله يجعل ربي يحفظهم ويخليهم لك. لكن الشخص هذا مهما جيته مهما تكلمت معه مهما قلت ما يده، الا انه كان لي الاخو، كان لي الاب، كان لي كل شيء. الله يبيض وجهك ولا يهينك طول عمرك، كم عبود الله يجعل ربي يحفظك. كنا الوقت ما سعفنا احنا نتعرف على بعض بكثره، لكن الله يبيض وجهك شرفت ربعك وشرفت اللي وراك، خير تشريف، الله يجعل ربي يحفظك طول عمرك. سلام ان شاء الله على خير. الله يهينك.
وصل وصل يا ابو الله طول عمرك ابو ضاف عليهنا اشهد علي الله البرنامج اني كسبت اخوان ولا قصرون في الربع اللي موجودين لكن انتم بالذات ابو حثره كسبت اخو وكسبت كل شيء لا مني ضاقت علي الدنيا في ذا البرنامج لقيته الله يبيض وجهك وابو رحمه كسبته كابو وكاخو وككل شيء في ذا الدنيا يا رب يطول عمرك لا منها لزت معي نصيته ويدري هو بالمواضيع اللي كانت بيني وبينه ما عليك ناقص انت وكفو والله العظيم انه على وجه واحد انه ما يتغير وابو حذره وابو شداد كل ما عليك زود كم ابو شداد لعل جت بيني وبينه كذا مواقف لكن يقدره والله يجعل ربي يوفقكم وهذه بدايه خير ما هي بنهايه اكيد هذا بدايه انطلاقاتكم الله يجعل ربي يوفقكم سواء داخل برنامج برا برنامج واعرفوا لكم اخو اسمه تركي السبيعي اصغركم وتامرون سلامتكم الله يجعل ربي يطول عمركم السلام يا سالم وسلم وش جابر بيسر عليك مليكم خير وين ما وجهتم ترى ما هو بنتو اللي في حاجتنا احنا اللي والله في حاجتكم والشباب شفتوا مشاعرهم المختلطه ولا احد يلومنا انتوا غاليين عندنا جدا جدا ثم بالذات انتوا هذول الثلاثه ولا هو بقصر باقي الشباب بس انتوا اونا سلعه راب وصدور الوسيعه وهل السوالف وهل الضحك وجعل ربي يلقيكم خير وين ما وجهتم صراحه ان بنفقدكم ولا تخلونا ترى احنا اللي محتاجينكم يا رب ييسر اموركم يجعلها بدايه الانطلاق باذن اللي ما تنام يوفقك اسلم يا الله والله انكم غاليين كلكم عليك واخوان المطاليق وجعل ربي يوفقكم ان شاء الله اياه انت يا ابو هادي خابرنا ايش اللي بيننا لكن يا ابن عمي انت راجع لديرتك بعلم طيب بين اخوياك وانا راجع وراك بالناموس والعلم الطيب اللي لي ولك وجعل ربي يطول عمرك وعمرك ان شاء والله ثم والله انك اخ جيد والله العظيم اني صادق والله يوفقكم ان شاء الله يحماك لكم التوفيق جميعا وهي من عبره ما هي بالله نعم هو نعم رفقتي يا وحده ابو شداد اسال الله لكم التوفيق الى محبه يرضى وهذا بشار بدايه خير لكم ان شاء الله أفهم أخي محزمي أبو رحمة ابن عم الجيد الرفيق الجيد إن جاء للعلم الطيب فولنا إن جاءت الشكالة فولنا في هذا البرنامج وغير هذا البرنامج هنشوف وأنت خابر أبو هادي شلي بأننا غير قبل البرنامج فاترك المجال لأخويا الباقي والله أنكم غاليين وتبقون غاليين وأنت يا أبو هادي على ما قال جيت هنا بوجه أبيض وسمعناها منك أنت قلت جيت هنا بوجه أبيض وبرح بوجه أبيض مشهد عنا عم يا رفيق الجيد وأترك المقال الباقي للأخويا والله إنكم كلكم غالين صراحة وني يقول الخير هو اللي اختاره الله والله يسعدكم يوفقكم دنيا ودين إن شاء الله وهذا شلع وصلي في خاطرك الله يوفقك وياك انت شخص اعلامي قادم وبقوه مؤثر بلغه جسدك شخص عظيم عسى الله يوفقك ويسر امورك لا توقف عندك طموح شغف انا طالبك لا توقف الله يطول عمرك باذن الله ورحمه يسمح دربك ويسر امورك الله انك غالي وراح تبقى غالي الله يعزك يطول عمرك الله يوفقك ابو شداد توفيق لك الله يسر امورك الله يسمح دربكم جميعا الله يوفق وياك ويسر اموركم في مسيرتكم الاعلاميه ومن اخوانكم لاهلكم ما يحتاج جملتوا انفسكم ومثلتوا انفسكم خير تمثيل واهاليكم وربعكم وجمهوركم لكم المحبه والتقدير والاجلال والوفاء والغلا واسال الله لكم التوفيق اللهم امين ان شاء الله دخلنا بياض وجه ونخرج بياض وجه اسلم يا ابو مسلم الله يوفقكم وين ما رحتوا وهذه على ما قال بدايه الانطلاق واخوان وكسبناكم واهم شيء بس لا طلعت من برنامج لا توقفون اتجه ان شاء الله الله يتوفقكم وجعل ربي يوفقكم ان شاء الله والله العظيم ما كسبت الا اخوان ومطاليق الله يطول عمرك ويكتسب اول شيء بيض الله وجيكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا كسبناكم اخوان واكثر من اخوان وقفتوا معنا وعززتونا بالكلام الطيب واعذروني
إذا طلعت مني كلمة جرحت واحد فيكم ولا حزت بخاطره، والله أنكم أخوان وأكثر من أخوان. الله يطول عمرك. ومتحقين على خير بإذن الله. بعد 90 يوم بإذن واحد أحد بنجتمع كل أبونا. بإذن الله. والله يوفقكم وين ما كنتم. ويا أبو رحمة حنا خسرناك في البرنامج وخسرناك بالغرفة البيضاء. والله يوفقكم جميعا. والله شرب سعدك. بطل البرنامج وغيره. إياك طالعين من أخوانكم رايحين لأهلكم. وهذه والله إن شاء الله بداية نجاحكم. ولا بعد صفها قلبي إلا اليوم، وما ما بعد صفها دايم بس ما بعد صفها إلا اليوم. في شنو؟ أنا ما بنتظر الرحمن كل شيء. قدروا مكانته في قلبي أنا يا شنو؟ أنتم تدرون وأنا أدري والمشاهد يدري إن البرامج هذه محطة عبور. وبياض وجه يقدم الإنسان اللي عنده ويعكس تربيته ويعكس أسلوبه. عز الله أنكم جملتوا ناس وراكم خير خير جماله. الشيء اللي بضيفه إن كان به فزعته إن كان به وقفة، وأقول عن نفسي أنا يا شنار وعن الربع اللي يسمعون، الخوة الحقيقية تبين بعد البرنامج، والوقفة هي اللي تبرهن. أنا ماني براح أقول لكم أنت بداية الانطلاقة وبداية بداية، لكن احسبوا على راسي أنا يا شنار، وجعل ربي يوفقكم ويسر أموركم ويسدد لكم إن شاء الله وسلامتكم. سلم يا شيخ. لكن كل واحد من الشباب الثلاثة له فضل على فلاح، سواء فلاح أظهره أو ما أظهره أو اكتمل. ما أقول الله يوفقكم ويسركم. لا تعبوا أنا شوفك على طول المسافة والحزن وسط قلبي بني الله مكان. صحيح احنا مظلومين في بعض الحاجات اللي ما قدمناها ولا أبديناها بحيث ان فيه فعل فاعل، ولكن الحمد لله حصل ما حصل والعبد يصبر على المكسوم. نحمد الله ونشكره. الله يطول عماركم، والله يسعد الوجيه ويوفقكم ويسر لكم أموركم. أنتم قدامكم خطوة ذلحين بتعدونها في 90 يوم، في 30 يوم، 60 يوم، على حسب. الله يوفقكم ويسر أموركم. إن بغيتوا شيء من برا فحن خواكم، ما رحتوا بعيد. إن بغيتوا شيء حن موجودين، والله الذي لا 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 نحن معكم اليوم ودوم فيما بغيتوا، نحن معكم فيما بغيتوا. الله يطول عماركم، الله ييسر اموركم وفالكم التوفيق. جعل ربي يحفظ الوجه، جعل ربي يوفقكم. التوفيق والله ما كسبنا الاخوان في البرنامج ذا، وباقي قدامكم الفرص واجد. وياك الله يطول. باذن الله ما هو باخر لقاء بيننا، باذن الله احنا بنتواجه وبنتلاقى. واي شخص اخذ في خاطره على عبد الله بن شداد اتمنى ان يسامحني ويبيحني، وجعل ربي يوفقكم ويسعدكم ويستر عليكم ويحقق لكم امانيكم. شباب ما يقصرون. قطيري قطير الشعب قطيري، وان شاء الله انت مكسب يا رب يوفقك الله ويسدد خطاك، وانت مبدع ونجم. يا رب يوفقك يا رب يوفقك. وين ما راح واجينا منكم الكلمه الزينه والكلام الطيب والعلم اللي يجملكم ينومسكم، بيض الله وجيهكم دنيا واخره. من اخلاص من وفاكم وياك. ترتب معي الشنطة. إيه مشان. وحشة الدار من بعدك وضيق الصدور، ما بعدها كلام ولا بعدها صبر، كل شيء تلاشى في عيون الصبر. Yeah.
آهي من طاري الفرقة وكبت الشعور. أنا أشوفك على طول.